لا انت اللي حافظ ضيان حافظ ضيان حافظ شيء ايش اتحدى تنجح فقره النقد بدون فهد معين فهد معين ايه تبغى كلمه ريان انا اسولف انا وذاك قدام شيء قلت نجاح الفقره 90% على فهد معين الباقيين تكمله عدد فهد معين غير صحيح لانه مستفز اسمع ايش يقول تدري ايش يقول ريان يقول لولا علي الغامدي ما نجح فهد معين يا رجال علي الغامدي والله ما ادري لوين انا اقول علي الغامدي تدري ايش سوى اذا الحشره ايش يقول هادي ايه هادي ولا امس خمس دقائق ينقر في اصبعه يا خلاص انا اللي ديته من هناك سمعني وقع بعد سالم حزام اذا ما لقى محور قام يقلد متسابق سالم حزام يمشي عكس اللي في خاطرك يمشي عكس اللي في خاطره هو حتى انت ناجح يقول انت ناجح كم في المية كم في المية نجاح الفقرة امس ما نجحت الفقرة مع احترامي اللي كانوا موجودين سعود لا مع الخير يا شقرة لا ما نجحت لا ما نجحت اسمعني اقول لها الله ما نجحت بس علي الغامدي موقعه صدق ايوه طيب. يا رجال فهد معيان فهد معيان يجي زي الكوره يقول يلا علي الغامدي شوت عشان ما عندك سالفه ليه؟ ايش ما عندك سالفه؟ باقي اشوف تكمله عدد طيب ايش رايك في فهد معيان بنقد امس زين ولا ما هو بزين؟ امس كان فاشل لو فهد معيان امس كان ما طلع زين ايه يعني فهد معيان ابي اضبطها فهد معيان امس كانت حلقه زوينه ما نقول ما هي بزينه زوينه بس لكن لو فهد معيان موجوده كانت حلوه فيها تقاطع اصوات انا شفتها يعني تقاطع اصوات فهد معيان تو قاطع الصوت من سالم حزام وعلي غامدي بس علي غهادي بس هادي ينجحون الا مع بعض منهم علي غامدي كلن يكمل الثاني لكن فهد معيان عنده محاولة لن يكتمل شيء لن يكتمل شيء في فقره وفهد محمود فهد كل في الكل انا اسوي الحلقه كامله يا انت فهد علي غامدي معطيك شيء دافع عنه ايش كل فهد الغامدي؟ فهد معيان هذا انا صادق بس واذا فهد انا كيف اشوف؟ فهد معيان هو طيب فهد معيان في شد عنه لا امس سالم حزام امس الفقره امس ما لك تتكلم عنه فهد معيان اذا حاضر ابيض وجه بس ودك انه يقعد لا 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 عشان يضغط عشان يضغط لا لا ايش كلامك هذا وتهاون كله انه يضغط مستسلم خلاص فهد معيان يضغط رايه في اليامي انا اتكلم منطقي لا تدخل تاخذ المواضيع بجانب اخر ما هو بجانب اخر بعيد عن شيخ يقول فهد معيان لازم ياخذ في الفقره لا مو بلازم انا قلت شفت فقره النقد حلو كان هاديه طيب اجلس عشان اسمع كلنا امس الحين ما هو موجود فانا سالته قلت وش تاثير فهد معيان ولا هل هو يقول فقره ما تنجح الا بوجود فهد معيان انا اشوف ان الشخص الواحد مستحيل انه ينجح فقره كامله هم انا قلت فهد معيان وجوده في الفقره لا 90% العشرة في المية هلا يا شيخ واحد المية طيب ما هو برايي رايي لي رايي غير صحيح الراي لي رايك ضايع تبغى كذا فهد معيان وجوده في نجاح الفقره 100% احسنت كذا صح انا ما اتفق كذا سالم حزام بعد انا ما اتفق انا رايي الشخصي الله باع طويل صحيح يعني فهد معيان لو يجي في الفقره الحالة واقسم رب المصحف اني ينجح الفقره ان شاء الله اول شيء لا تحلف لا تدخل الا بيطلع محاول بيطلع امور انا علمت انا علمتك وجوده الحين تبغى عناد يعني وجوده في الفقره او فقره ما هو فيها فاشله يا حبيبي حسسني فهد معيان سلم الله والله ترى فهد معيان سلام فهد معيان فهد معيان دقيقه اسمع مني جاء ولا ما جاء فيه سالم حزام طيب احنا بنشوف بكره دقيقه بنشوف بكره بتطلع بكره مع فهد معيان بنشوف مين اللي بيضغط فهد معيان يعني لو حسسني فهد معيان والله ما ادري هو اللي بيضغط والله ما ادري قلت انت لي 90% فهد معيان عيا الحين قلت 100% خلاص قلت 90% ولا حد يقدر ينجح لحاله انا قلت ما حد ينجح لحاله قلت وجود فهد معيان لو يمسك الفقره لحاله بينجح فنجح يقول يعني انت الان بسالك سؤال حلقه نرفزني وحلقه اقنعني وش الاقوى نرفزني اقنعني حلوه عجبتني انا لا الاقوى تاثيرا على السوشيال ميديا نرفزني يعني نجح عبد الله الراجح ولا نجح فهد معيان لا هذه نجحت انا اقول نجحت انا عني ما جيتها أنا نجح عند عبد الله لكن فهد ما حضرت حلقته شوف كون نربط النجاح أنا عندي وجهة نظر يمكنها مخالفة لكن أنا عندي وجهة نظر ربط النجاح بشخص واحد
هذا معناه انك انت تغلي هذا الرجل او هم عندي كلهم بعين كبيره. لكن اقول لك فهد احنا شفنا له قبل امس وشفنا اليوم امس يريحه ويحدك ليك صاك اما انك طحت ولا انك قمت هذا اللي نشوفه عكس امس 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 ما شفناها حد رد على محمد مساعد وحده كلهم لا لا هادي بس طيب شوف شوف انا اتفق معك لكن فهد معيان شوف شوف فهد خليني اقول حدهم يعني لو فهد معيان موجود امس لان محمد مساعد امس ما كان عليه خطا من اللي بيحده؟ ما كان عليه خطا فهد معيان اذا شوف ما له دخل سواء هو بينجح بخر الحاله هذا مستحيل انا اتكلم اقول هذا مستحيل انا راهنك حلو طيب اسمع اسمع طيب انا راهنك طيب اسمع يدخل فقره بدخل معه في الكوفي شوب روم اتحداه يضغطني انا بضغطه زي ما مو بمساله انه انه بيثير الجدل وانه بيضغط تقنعني تقنعني شخص عبد الله ما ينضغط طيب منه ناصر ما ينضغط طيب هذا ينضغط في كل شخص اما ان تركيزه علي ولا